عليكم وشلونكم؟ بشرون عنكم يا حبايبي. انا اليوم مره متحمس لاني بديت اسوي جدار المقاطع الاسطوري. شوفوا هذا المقطع الماضي وهذا المقطع اللي قبله، وان شاء الله كل مقطع بنحطه هنا ونسوي الجدار الجميل، جدار صور لويجي، احلى صور. بس اخوي ماريو الصراحه ما ابغى احط صوره. كيف اقص الصوره؟ اها جبتها، بنقصها بالنص ونحذف جزء ماريو نخلي بس جزء لويجي. بس حتى ماريو هنا والله ورطة، وش اسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الباب يدق. مين جاي هنا؟ مين؟ اوه لويجي افتح الباب بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مين؟ هذا صوت مين؟ ما اعرف والله، خليني اشوف. هلا والله. الطباخ، هلا والله. لويجي اسمع يا لويجي، انا سئمت من المطبخ حقك. خذ هذه الملعقه حقتي وخذ هذا السيف والدجاج وكل شيء، انا ما ابغى اشتغل، خلاص ما ابغى اشتغل. دقيقه تعال بكلمك. اصبر، صلي على النبي يا طباخ، صلي على النبي. وش فيك؟ تعال بعلمك حاجه. مش تبع علمني. انت مطبخ كل مشاكل هذا المطعم، الان في فواتير عليه ولازم تدفع دائما كثير، ولا ترى بيقفلونه، والقرويين جننوني ياكلون كل شيء. تدري ذاك اليوم دخلت المطبخ واحس القروي قاعد ياكل الهمبرجر مع خشمه، مصيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلاص انا اتفهم مع المطبخ، انت ايش رايك الان تروح وترتاح شويه وانا امسك المطعم حقي كامل مكمل. ايه اصلا غصبا عنك، لان انا خلاص ما ابغى اشتغل. يلا مع السلامه، اشوفك بعدين. ولا ما اشوفك اصلا، ما ابغى اشوفك. الطباخ حقي الان ترك المطعم حقي، وانا الان في ورطه. وش هذا؟ والله جايب الدجاج حقي كامل وجايب السكينه هذه، شكلي لازم ارجع الى مطعم لويجي وابدا اشتغل فيه من البدايه. والله ده ورطه. الله يعين. خلينا بسرعه، لازم نلبس لبس الطباخ لويجي الاسطوره عشان نبدا نشتغل، وان شاء الله ان نقدر نمسك الامور كلها، لان والله الشغل في المطعم شيء صعب جدا. خلينا نروح لغرفه الملابس الاسطوريه ونغير اللبس يا حبيبي. يا سلام، اخيرا خلصت معاكم الطباخ الاسطوره لويجي. هلا والله بالمتابعين، حطوا لايك واشتراك يا حبايبي، عشان ايش اليوم بنسوي همبرجر كبير. بسرعه خلينا الان ناخذ السكينه. مين هذا اللي يتصل؟ مين هذا؟ قصدي اللي دق الباب. خلينا بسرعه، دقيقه، معليش لازم نمسك الملعقتين لان الطباخ يشتغل باليدين كلها. مين على الباب؟ مين المزعج؟ السلام عليكم. وعليك السلام. ما شاء الله تبارك الله. وش لابس انت اليوم؟ وش هذا بيدك؟ وش اللابس؟ اللي دق الجرس، يدق الجرس كم مره؟ علمني. الشيف لويجي، الطباخ لويجي. لا تحرجني يا اخوي ماريو، انا طباخ صح لويجي. والله اسمع صوت بطني. والله اني جيعان يا طباخ لويجي. وش راح تطبخ لنا اليوم؟ اليوم ما راح اطبخ لك ولا شيء. ايوه جدال، بس لبس طباخ مسوي فيها الطباخ انت وجه. والله انت ما تعرف تقلي بيض، والله ما تعرف تسوي حتى اندومي. طيب ان شاء الله اوريك. شوف هذا وشو، هذا وشو عندي، هذه اللحمه بطبخها اليوم، بخليها افضل لحمه في العالم. بس مو هنا. لا يا حبيبي، انا بروح اشتغل في المطعم كبير. في المطعم حقي. يلا تروح. وين جاي يا حبيبي؟ وين جاي؟ انت عندك مطعم؟ قطعه اللحم دي مجمده يا لا لا يا حبيبي، هذه للقرويين، انت عندك مطعم. يلا امشي عني، خليني اشتغل. واخر عني يا حبيبي، تراني ماني فاضيله. اهلا وسهلا بالطعام اللذيذ من يدين لويجي. يا حبيبي لا تزعجني، انا عندي شغل. شوف المطعم هذا حق مين؟ هذا من يزعجك يا اخي؟ هذا مطعم مين؟ هذا مطعم مين؟ هذا مطعم ماريو الاسطوره، يسوي لحم مقدد واشياء رهيبه. شوف نشوف المطعم حق ماريو، خلينا نشوف هو يطقطق علي. ما شاء الله في همبرجر. مهجور. خلينا نشوف، بعلم الناس كلهم. شوفوا مطعم ماريو المهجور اللي فيه كل شيء خربان، حتى الشربة دي. ما شاء الله، هذه الشربة كم لها يا ماريو؟ الظاهر لها 5 سنين. ما شاء الله، ايش مريحة؟ الريحة خايسة يا ربي. لا تعلم احد. بعلم القرويين كلهم. شوف عندك فرصة تعدل المطعم حقك، لك يوم واحد بسرعة، لازم تخلص اليوم وتنظف المطعم حقك، ولا
الآن خلينا نروح نشتغل في المطعم حقي. الحمد لله افتكينا من ماريو، بنروح للمطعم، مطعم لويجي الأسطورة، أفضل مطعم في العالم. شوفوا هنا ايش مكتوب، مكتوب ماك لويجي الأسطورة. شوفوا هذا هو المطعم حقي، ماك لويجي أفضل مطعم في العالم. لا حول ولا قوة إلا بالله، وين هذا يا أخي وينه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنت الطباخ؟ لا لا لا، الطباخ اللي لي ساعتين انتظرك ما تستحي. أنا لويجي. أنت ليش فاتح مطعم؟ ليش علمني ليش؟ طيب اصبر. ليش فاتح مطعم علمني؟ فاتح مطعم عشان ابيع برجر، عشان ابيع برجر. طيب أيوة. وينك لي ساعتين انتظرك؟ ذبحني الجوع توني جاي من الدوام يا اخي. خلص خلصنا يلا سوينا من البرجر. اول يوم اشتغل، سامحني تكفتك سامحني. يا اخي ما بسمع اعذارك، اسوي برجر بس خلصني يلا. طيب يا ربي ايش هذا؟ ايش في معصب؟ كيف كنا نسوي البرجر؟ كيف كنا نسوي البرجر؟ علموني. اول شيء نجيب الدجاج. ايوه اوه هنا في اغراض عندي كثيره، نجيب اللحم ونجيب الخبز. صار ثلاث ساعات. طيب اصبر. خلينا الان بسرعه نطبخ الدجاج. والله ما ادري وش اطبخ. يا رب يلا خلينا بسرعه نشتغل ونسوي افضل برجر في العالم. الدجاج هنا مخلص الحمد لله، نحط الخبز ونحط الدجاج والان نبدا نسوي همبرجر زي هذا. يلا بس دقيقه واحده دقيقه. الحمد لله خلاص خلصت. تفضل يا حبيبي يا طيب. جيب خلني اذوق بصراحه. هذا البطاطس والبرجر كله. هذا وشو هذا؟ وشو جايب لي برجر حقي اطفالي لما تستحي، وانا اقول لك جوعان ذابحني الجوع من الصباح لما تستحي. طيب جايب برجر ثاني، سوي برجر ثاني باكل هذه يلا بسرعه سوها هذه بسويها تصبيره. طيب بالعافيه. يا ربي ما توقعت ابدا المطعم لهالدرجه صعب. الله يعين. خلينا ندي البرجر العملاق هذا، انا الصراحه ما اعرف كيف اسويه بس ان شاء الله انه برجر كويس. تفضل هذا البرجر اسمه برجر اكس اكس لارج، هذا هو تفضل. افضل برجر أيوة. عندنا واكبر برجر عندنا. هذا هو اكل رجال على قد افعالها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعافيه تفضل كل. ايه كيف بشر اسطعم طعم ولا لا؟ بالعافيه كل وخلص اكلك واعطيني التقييم. خلينا نرجع الان للمطعم حقنا ونشوف هنا هذه اسعار البرجر. يقول لك البرجر المتوسط بدولارين والبرجر الكبير بدولار والبرجر الكبير. وشو ذا البرجر العظيم؟ ما شاء الله الله يعطيك العافيه. والله ليش اللي كنت معصب عليك؟ والله ما كنت متوقع صراحه اكلك لذيذ. الحساب خلينا نشوف الحساب 50 دايموند 50 دايموند. اذا تعامل اول مره يجيك زبون 55 دائما. طيب 55 اقول ان شاء الله بالمستقبل بالمره الجايه ان شاء الله اجيب لك اخوياي مع السلامه يا حبيبي. وقف على لويجي مو تضحك علي. جيب الدايموند. ايه طيب خلاص بعطيك يا اخي. فيك معصب انت يا اخي، روق ترى الدنيا سهله يا اخي. لا يا حبيبي لازم الدايموند. والله اضرب. شوفني انا معصب؟ طيب والله حرام يا اخي ما يحتاج العصبيه. شوف يا سلام. خلاص يلا تفضل بالعافيه. واذا تبغون برجر حياكم الله. شكرا. نادي القرويين كلهم. كويس الحمد لله. والله بغى يسرق الدايموند حقي. خلينا نشوف اعطوني ستوك زياده كله عشان هددته. قلت ادفع الدايموند يا حبيبي. ما اكل البرجر الثاني. الحمد لله خلاص خليه بكيفه ما يبغى البرجر الثاني. ماريو وقف. وش عندك؟ وقف ستوب. تبغى برجر؟ خذ هذا البرجر. هذا الصراحه زبون جاء ونسى ياكله. اعطاني الدايموند راح. ايوه والله خلاص روح كله وضبط المطعم حقك. ضبط المطعم حقك. يلا مع السلامه. كويس الحين بوريكم الديكور حق المطعم حقي. شوفوا هنا حطينا حتى القرش يقول لك يحب البرجر حق لويجي، برجر لويجي الاسطوره. شوفوا القرش قاعد يطلع من البحر يبغى ياكله لانه افضل برجر في العالم. هذا مين؟ البطل لويجي. واو افضل واحد في العالم. يلا خلينا نبدا الان نشتغل ونسوي البطاطس ونسوي البرجر العملاق البرجر الاسطوري عشان يجونا زباين مره كثير. سلام. خلاص خليني اشيل الصحن هذا واديه الزباله هنا يا حبيبي. حطه بالزباله. خلاص خلصت. باقي الان شيء واحد اسويه، اني انظف المطعم حقي. والله في غبار واجد لازم انظفه. اول شيء خليني ابدا بالبرجر هذا. البرجر قديم مره، ما ابغى احد يشوفه ويقول لي اوه يا ماريو انت مطعمك مره سيء. لازم اشيل كل شيء. عصير التفاح. لا التفاح واضح انه جديد ما يحتاج اشيله. تعالي البطاطس انت هنا، خلني اشيلك وخلني اشيل الباقيات. والله كثير مره. والله شكلي بخليهم، ما اعتقد احد راح يعرف. شو ذي الريحه؟ لا والله ريحته خايسه. لازم اشيله كامل، لازم اشيله ما اخلي ولا حد متبرجر هنا. والله ريحته مره خايسه يا اخي، ما توقعت انه بيعفن كذا بسرعه. والويجي والله يا حظ الويجي ضبط مطعمه بسرعه وضحوه.
خلاص خلص خلص. يلا بالطابور بالطابور، كل واحد ورا الثاني، لا حد يسبق الثاني، خليكم طابور طابور يا حبايبي. لويجي بيسوي برجر للجميع. ايه طبعا انت الاول وانت اللي وراها الثاني. وخلينا نشوف الطابور كامل. يا سلام يا سلام، ايه هذا الطابور الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، كل واحد ورا الثاني، لا حد يسبق الثاني. كيف يسوي كذا؟ وكيف كيف يا اخي؟ والله ما ينفع كذا، لازم اشوف لي حل، لازم اشوف لي حل. تكفون ساعدوني في الحل يا اخي، والله ما ينفع كذا، راح يفوز علي الويجي، والله حرام يا اخي. ابغى ابدا اسوي الان اكل كويس، والله لو اوريه، والله لو اوريه للويجي ببدا في كل شغل الان من جديد. والله ولع الفرن يا حبيبي، ولع هذا ولع هذا، بوريك يا الويجي، والله بخلي مليون واحد يوقف قدام مطعمي. يا سلام يا سلام، خلينا نحط الدجاج هنا ونقسم جميع انواع الدجاج عشان يطبخون. ايه هذا الفرن شغال الان؟ لا والله ما اشتغل. ايه كذا شغال يا حبيبي، لازم نطبخ كل الدجاج اللي عندنا عشان نسوي افضل افضل انواع البرجر. اعطينا نص هذه ونص هذه. يا سلام كذا كل شيء جاهز، خلينا الان نجي. هلا والله بالقروي. الله يعطيك العافيه لويجي، شكرا والله اكلك لذيذ. الله يعافيك الله يعافيك. كيف بدينا تقييمه؟ كم نجمه تديني؟ واحده ولا ستين ولا عشرة؟ اعطيك 7 نجوم. انت لازم اصلا تفتح فروع ثانية وتصير تطعم الناس زي ما تفكرنا. لان عجبك المطعم، تفضل هذا برجر زيادة واحد هدية من عندي. ميجا برجر لويجي. الله يعطيك العافية، بوديها شكلي لعيالي في البيت، راح يستنزون فيها. والله شكرا، يعطيك العافية يعطيك العافية، والله ما قصرت معانا. خلاص اذا تبغى اي حاجة كلمني. طبعا الان المطعم ما شاء الله. شكرا يا لويجي. ما شاء الله المطعم كله شغال، هذا عندي بطاطس، هذا عندي برجرين، قاعدين ياكلوا بالعافية بالعافية الجميع، قاعدين ياكلون الحمد لله. وخلينا نشوف الان كم جبنة دايموند. اوه والله دايموند كثير. يا سلام، انا بصير غني بصير غني. شفتوا كيف المطعم سهل؟ بس اطبخ، سوي دجاج، سوي برجر، قطعه وحط بطاطس يا حبيبي. مين اللي يبغى يجي؟ اللي بعده اللي بعده، اذا في واحد ينتظر برا، لان خلاص باقي نص ساعة ونقفل المطعم. بعدين والله بعدين لازم ارتاح، انا والله تعبت تعبت. خلينا نشوف الفاتورة كم. والله طلعنا اليوم تقريبا 400 دايموند. هلا بالقروي هلا، وش بقيت؟ علمني. السلام عليكم. ابغى صحنين بطاطس وحبة برجر. ابشر ابشر، تفضل تفضل، اجلس هنا، هذه البرجر جاهزة واحد، وهذا بطاطس، والحين اسوي لك برجر زيادة ان شاء الله. اوه انا البرجر اصلا عندي جاهز. الله يعطيك العافية، شكرا شكرا. الله يعافيك الله يعافيك. اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا مالي يا اخوي. قلهم قلهم انه في مطعم جنبي لذيذ، خلي روح نصهم عندي. تكفى والله. دقيقة 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 يا القراويل، اجيكم ذحين اجيكم. وش في يا ماري؟ وش فيك وش فيك؟ علمني علمني. ما عندي احد يا اخي، نظفت المطعم وسويت كل شيء. تكفى ساعدني يا اخوي، انا اخوك. خلينا اجي اشوف المطعم حقك. والله اخو ماري مسكين، ما في ولا قروي جاء عنده. نظفته زي ما قلت لي، نظفته تنظيف. اشوف والله جايب زبالة ما شاء الله، زبالة جديدة. خلينا نشوف ما شاء الله من جوا. والله نظيف المطعم حقك، بس ليش ما في قرويين؟ خلينا نشوف الاسعار كم. دقيقة كيف في؟ اكيد في شيء غلط. اشوف اشوف عصير تفاح بتسعة دايموند. مجنون انت، غالي غالي. التفاح حقي قديم، والقديم انا سمعت انه غالي، عشان كذا قلت لهم. طيب يلا بنشوف، سوي لي عصير تفاح الان وديني اياه، خليني اشرب ونشوف كيف طعمه. اذا طعم انا اكلم القرويين كلهم يجون يشترون من عندك عصير تفاح. والله مسكين مسكين اخوي ماريو، ما عنده قرويين، لازم نساعده عشان يجون قرويين كثير ويصير عنده واحد مره مره، يصير غني جدا. ها خلص عصير تفاح ولا لسه؟ يلا يلا يا اخوي ماريو، خلينا نجرب عصير التفاح ان شاء الله كويس. جاهز عصير التفاح يا اخوي. يا سلام يا سلام، هذا عصير تفاح حق ماريو. والله شكله عصير كويس. بسم الله، ترى انا بكون صادق معاك، اذا كان خايس بعلمك. لا يا اخوي صدقني، لذيذ لذيذ. ايه الله رح بالله، الان بنجرب عصير ماريو التفاح الاسطوري. صدقني يا اخوي بيكون لذيذ مره. وش رايك؟ وش رايك؟ وش الطعم ذا؟ وش الطعم ذا؟ بطري بطري بطري. جف بطري، ساعدني يا اخوي ماريو. تفاحك مخبج مخبج. اجيب لك مويه. دقيقه خلني اجيب لك مويه. يا ربي وش يصير ورطه؟
نخلي القرويين يجون عندي. خليني اروح بسرعه. تنعيني يا اخوي، راح اجيب لك مويه من البيت. مويه لا تتاخر. يا سلام يا سلام. السلام عليكم يا قرويين. هلا ماريو. هلا والله ماريو. هلا والله. اسمعوا، ما شفت لويجي؟ صعب عليكم. لويجي يقول انه اذا شاف احد فيكم هنا بعد شوي راح يكسركم تكسير. نصيحه، تعالوا لعندي على المحل. ها ها يا ولد، تتكلم جد؟ اي والله جد، وبراحتكم. خلاص يلا، انا مع السلامه. يلا جايينك جايينك يا ماريو، بنجرب المحل حقك. ولويجي، لويجي ما حصلت لك مويه. لويجي والله اني مره تعبان. بطني. خليني اكلم لك دكتور يا اخوي، والله حرام. طيب خلاص، انا ما احتاج اكلم دكتور يا اخوي ماريو. انا شكلي بقوم وبروح بروح البيت حقي، والله مره اني تعبان. لازم البيت تبغاني اساعدك يا اخوي، وديك او شيء. اسمع يا ماريو، انت من المطعم حقي، اذا يحتاجون حاجه جيب لهم برجر وجيب لهم عصير وجيب لهم بطاطس. يا ربي انا باخذ لي اجازه يوم، والله ما توقعت اني زي كذا، كله من عصير تفاح حق ماريو. احس بطني تعورني، والله بطني تعورني. بس ما في مشكله، لازم اسوي لي شوربه لويجي الاسطوريه وابدا اكلها عشان اتشافى ان شاء الله. يلا بسرعه خلينا اسويها. اوه يا سلام، بسم الله، خليني ابدا. اوه هذا الدجاج صار جاهز. يا ربي لا. يلا يا ماريو بسرعه، البرجر وينه؟ انا طلبت في الزاويه. أوه. في الزاويه. ابشر 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 ابشر، احلى برجر الان. خلينا نشيل البطاطس هذه، خلاص البطاطس هذه خلصت. وامسك هذا الدجاج يا حبيبي. تفضل تفضل هذا الدجاج. شكرا لك شكرا لك يا ماريو. بس خلاص بس خلاص، اذا عندك عصير تفاح ولا عصير تفاح مخلص. عصير تفاح مخلص مخلص، ما تحتاجه ما تحتاجه صدقني. خليني اجيب لك برجر من عندي هديه. اوه يا سلام، خليني اعطيه برجر من هنا يا حبيبي. وين حطيت البرجر؟ ايوه هذا البرجر. البرجر مو جاهز، البرجر جاهز. السلام عليكم. السلام عليكم يا ماريو. عليك السلام. بالله انا رحت المطعم لويجي وما حصلته، ما شفته لويجي. لويجي مرضانا اليوم، معليش والله تعبان مسكين. انا والله ودي في 5 برجر و5 بطاطس. عندك يمديك تسوي لي؟ ابشر ابشر، عندي لا. والله شكل المطعم ما شاء الله كويس الصراحه، يعطيك العافيه. 5 بطاطس و5 برجر طلب بكيف. ايوه 5 استكات دايموند. ابشر ابشر، اديك اياها كلها الان. هذه استكات الدايموند. شوف هذا استاك واستاكين وثلاثه واربعه و5 ذحين، اديك الخامس. يعطيك العافيه. يعني يعطيك العافيه. شكرا شكرا، ابشر يلا بسوي لك الان البرجر يا حبيبي.